تختتم اليوم أعمال المؤتمر السنوي العشرين للهيئات الشرعية على هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أوفي بحضور معالي الشيخ خالد بن علي الخليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وتحت رعاية مصرف البحرين المركزي. ويعد هذا المؤتمر أحد أبرز التجمعات في الصناعة المالية الإسلامية، إذ شارك فيه علماء الشريعة وصناع القرار لمناقشة مختلف الموضوعات والمستجدات في الصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم. في نسخته العشرين انطلق مؤتمر الهيئات الشرعية الذي تنظمه هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية أيوفي. وجاء المؤتمر هذا العام حضوريا بعد عامين عقد فيه عن بعد بسبب جائحة كورونا. أنا سعيد بحضور افتتاح المؤتمر العشرين للأيوفي، هيئة المحاسبة والمراجعة لمؤسسات التمويل الإسلامية. مضي 20 عام، هذا الاجتماع العشرين يحضر فيه فوق 500 شخص حضور فعلي، وكذلك أونلاين بنتكلم عن فوق 1000، فحضور كبير بيعكس أهمية الدور اللي تتعبه الأيوفي في توحيد أو وضع معايير للمؤسسات المالية الإسلامية. فيما يتعلق بنا طبعا نحن نولي اهتمام كبير، لأن المعايير دائما معايير حية ولها تطبيقات، سواء كان في العمل المصرفي لكن كذلك أمام المحاكم وفي فض المنازعات. البنك المركزي في البحرين يدعم صناعة التمويل الإسلامي منذ فترة طويلة، والمملكة البحرين أصبحت أحد يعني رواد العمل المصرفي الإسلامي، واحتضنت كل المؤسسات الداعمة لصناعة التمويل الإسلامي. الأيوفي هي أحد أبرز المؤسسات اللي تختص بتشريع المعايير المحاسبية الخاصة بتنظيم العمل الإسلامي، وإحنا في مصرف البحرين المركزي بطبيعة الحال ندعم هذه الجهود. وتضمن برنامج المؤتمر كلمات رئيسية إضافة إلى 6 حلقات نقاشية مع العلماء والقادة والخبراء في الصناعة المالية الإسلامية. وركزت المحاور الرئيسية على جلسة حوارية نقاشية بعنوان التكامل بين المتطلبات الشرعية والرقابية، والتي سلطت الضوء على أوجه مساهمة المعايير الشرعية في تعزيز الاستقرار المالي وحماية المستهلك وتعزيز الحوكمة. بطبيعة الحال المؤتمر هذا له أهمية قصوى، لأن المالية الإسلامية تتزايد يوم عن يوم معدل نمو 8% سنويا، وهو ضعف المعدل اللي تزيد به البنوك التقليدية. الإضافة الثانية هو أن حجم هذه الأموال المدارة وموجودات المؤسسات المالية الإسلامية اللي بلغ عددها الآن يزيد قليلا عن 1500 مؤسسة، فاق 3 تريليون دولار. اليوم البحرين هي المركز ليس للمؤسسات المالية المصرفية فقط الإسلامية، وإنما للمؤسسات المساندة لهذا الشيء. يأتي هذا المؤتمر بهدف خلق بيئة ملائمة يتفاعل معها المشاركون لنشر ومناقشة القضايا الراهنة التي تتعلق بالجوانب الشرعية والرقابية والتطبيقات المصرفية في مجال العمليات المالية الإسلامية، مع التركيز على البدائل الشرعية للمعاملات المصرفية.